جمعية شباب ولاد طلاس اشتغلت من الدقائق الأولى ديال الزلزال، اشتغلت في مستشفى مختار السوسي في مساعدة الأطقم الطبية وأهالي الضحايا في بالنسبة للتأطير وبالنسبة كذلك للتغذية والتنظيم. من بعد واحد يومين ديال من بعد الفاجعة حاولنا ما أمكننا نقوم بواحد العملية أخرى اللي هي تجميع المساعدات وكذلك من خلال الترشيد ديال التوزيع ديالها في المناطق وكذلك توجيه الجمعيات والمنظمات اللي كتجينا من جميع ربوع المملكة وخارجها للمناطق المتضررة جدا. نشأنا كذلك خلايا ديال التشخيص اللي كتقوم يوميا بتشخيص واحد مجموعة ديال الضواور والاحتياجات ديالها. من خلال هذه العملية هذه كنقوموا بتوزيع او البحث على المساعدات اللي يعني باننا نغطيو الخصائص اللي كاين في الضواور هذو. بالنسبه للمتطوعين كاين واحد 120 متطوع كتقوم بعمليه تفريغ واعداد القفف، كاين كذلك التخزين، كاين كذلك الفرز ديال الملابس والتصفيف ديالها، كاين الناس ديال التوثيق والاعلام، كاين الناس ديال الاداره، يعني واحد الطاقم كبير وخليه نحل الحمد لله اللي كتقوم بهذا العمل هذا منذ الفاجعه. بالنسبه للعمل ديالنا الحالي والمستقبلي، احنا عارفين بان هذه المده ما غتكونش سهله، يعني ماشي اسبوع ولا اسبوعين، فصل الشتاء على الابواب، يعني احنا كنستعدوا ليه من خلال جمع الخيام كذلك الفرز ديال الملابس، يعني الاعداد ديالها لهذا الفصل هذا. هي كاين الفاجعه اللي كانت زلزال، ولكن باين بانه الشتاء غيكون قاسي جدا، وحنا ان شاء الله غنكونوا مستعدين ليه تضافر الجهود ديال جميع الجمعيات والمنظمات والمحسنين ان شاء الله نتغلبوا بقدر الامكان على هادشي اللي غيكون من بعد ان شاء الله. الستوك ديالنا كنحاولوا ما امكن اننا نجمعوا واحد العدد ديال المواد اللي ممكن اننا نستعملوها في الاشهر القادمه، حيت حنا ربما دخلنا على الشتاء على الثلج، فبالتالي كنحاولوا اننا حنا نستوكيو، لان الناس الان باقي كيساعدوا، باقي المساعدات كتوصل لهذوك الناس من عند المغاربه كاملين، فبالتالي حنا كنحاولوا ما امكن اننا نديروا واحد الستوك اللي لقاوه من هنايا واحد شهر تبدا تطيح الشتاء، يبداو الناس تقلل لهم المؤونه اللي عندهم حاليا. نحاول اننا نغطيو ما امكن ديال الاقليم، لان الاقليم ديالنا كبير بزاف، مهما حاولنا نجمعوا راه ما غنقدروش نغطيو الاقليم كامل، فبالتالي التشارك ديال الناس كاملين اللي كيجي عندنا، اي واحد جا عندنا تيقول لنا شنو خاصكم. كنشوفوا الناس دابا حاليا واقفين على لي طونت، على لي باليت، على الاغطيه، عاد كنشوفوا المواد الغذائيه، لان المواد الغذائيه متوفره حاليا. كنحاولوا الان نبازي هو الاول على فين يسكنوا هذوك الناس وباش يتغطوا، والمواد الغذائيه راه كنخزنوها لان الشعب المغربي كله تضامن مع الناس ديال الزلزال، فبالتالي عندهم واحد المؤونه اللي هي تكفيهم واحد جوج ديال الاسابيع او ثلاثه، وهذا لا يعني انه راه كاينين ناس وحدين اخرين مازال ما وصلتهمش المساعدات. هذاك الشيء علاش حنايا دايرين واحد الفريق ديال الدياغنوستيك اللي كيمشي للدواوير وكيشوف الحاله ديال الدوار، وكنعرفوا الناس اللي استفدوا والناس اللي ما استفدوش، باش بالتالي هكذا كنحاول اننا نغطيو اكبر عدد ديال الناس اللي متضررين من الزلزال. وما نساوش ان راه ماشي متضررين من الزلزال فقط، بل الناس في الجبال راه عايشين الفقر بالزلزال، وفاش جا الزلزال راه زاد لهم الفقر ديالهم. لهذا كنقولوا انه راه خاصنا هذه العمليه تستمر، يعني ماشي توقف غير عند هذا الحد، حنا مقبلين على الشتاء، لهذا خاص تضافر ديال الجهود ديال الناس كاملين ديال المغاربه كما تضامنوا في الوقيته ديال الزلزال، اللي تضامنوا حتى في هذه الوقيته ديال انه راه غادي يدخل الشتاء وغادي يدخل الثلج، باش هكذا نعاونوا الاخوان ديالنا اللي في الجبل. وحنا كنحاولوا نديروا هذه العمليه من خلال هذا الستوك اللي تنستوكيو فيه، فين ما تلقاو الخصاص في شي دوار راه كنصيفطوا لهم داكشي اللي يكفيهم واحد اسبوع ولا اسبوعين. كذلك كيجوا عندنا قوافل، الناس اللي ما عارفينش فين يمشيو تيجيو تيستشروا معنا فين ممكن نمشيو، كندلهم على الاماكن اللي فيها الخصاص اللي حنا اصلا درنا لها الدياغنوستيك وعارفين باللي راه كاين فيها الخصاص. فكنحاولوا نديروا واحد العمل اللي هو متقن وايضا اللي يستفد منه الجميع. فاطمه